والله شوف الربع ما قصر اول شيء، مرحبا بكم مسهلا يا ضيوفنا بين اخوانكم. نبي نطلع بكم من جو الحزن شوي. انتم والله ما قصرتوا، دائما يقول العين ما تعلى على الحاجب، لا انتم ولا اخواني اللي موجودين. لكن في قصه الابوي كان في دوره عسكريه وهو شاعر ويغني، واخوياه ورا، تعرف دائما اللي يغني يخلونه قدام عشان يردوا الربع ورا. الوكاد ابوي عين الهجاز بسبب القصيده، هي كانت في عهد الملك فهد بن عبد العزيز الله يرحمه، موتانا موت المسلمين. شاهد الكلام، غنى ابوي قال: يا سلام يا سلام الله، يا سلام يا سلام الله، من صميم القلب نهديها، من صميم القلب نهديها للفهد واخوه عبد الله، للفهد واخوه عبد الله، للفهد واخوه عبد الله، قادة تعرف عزاويها، قادة تعرف عزاويها، يا بلاد الخير ما شاء الله، ربط حاضرها بماضيها، ربط حاضرها بماضيها، ربع ساعة في سبيل الله، ربع ساعة في سبيل الله، تسوى ذا الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها، ويا النشامة ما بهل الله، يا النشامة ما بهل الله، واحد في النفس وليها، واحد في النفس وليها. المهم يا طال عمر اسكتوا له والله ان الامير السديري في المدرج، مدرج قواته من خاصة. قال الشاعر أجين، يقوله لأبوي أجين، قال أبوي ميد واحد وراه شوي متحضر وفاهم شوي، إيش معنى أجين، إيش معنى أجين، يعني وش معناه؟ قال يعني قال بشر بس سعد، يا بلاد الخير، وعاد عليهم يطلعون السلامة و علي بغى يصفق على عطاء عبد الله، عطاء يطول العمر، حي حيك عطاء يطول على ياسلم، عطاء يطول العمر 10 أيام. قال روح الهلك، هلا في الجنوب، هو كان هنا في نجد، حلو راح للجنوب. فهذه طال عمركم السوالف ابوي الله يطول عمره، ما يسمح حد ان يشارككم بها طول عمره، والله اني بعرف من متكلم هني. والديك سيف مرحبا، اصهل بصوتك ابشر بي. يقول هذه القصيده بلسان شاعرها،